السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعوة للإرشاد جزاكم الله خير ويض الله وجوهكم، وإن شاء الله بميزان حسناتكم وسعيكم إن شاء الله عند الله كبير. ونشكركم على هذا الإبدال وهذا الإبداع، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، اليوم 25 شهر رمضان 1440، ونحن ماشيين على برنامج توزيع إفطار صائم فردين تحت إشراف تمدد الدواء للشات أو التجاليات في محافظة الغيك. فبارك الله في جهودهم والقائمين عليهم، المدير المكتب وهذا المكتب والمتبرعين والمساهمين في هذا الخير. الخير فهذا زهم الخير لدى الدواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائلين الله تعالى أن يجزي خير الجزاء كل من ساهم معنا بجهد أو مال أو نصح في هذا العطاء المبارك.